أهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم تعلم ألحان كنيستك. فأثناء صلاة رفع بخور عشية وباكر بنصلي زوكسولوجيات، والزوكسولوجيات دي عبارة عن تمجيد للعذراء مريم والملائكة والرسل والشهداء والقديسين، تمجيد لسيرتهم وتمسكهم بمسيحهم وحبهم في الحياة الأبدية مع ربنا يسوع. بنذكر في الزوكسولوجيات دي سير حياتهم باختصار علشان نتمثل بيها. قبل الزوكسولوجيات في مقدمة اللي هي السلام لك نسألك، ودي مقدمة ثابتة من حيث الكلام لكن لحنها بيتغير حسب المناسبة. في منها السنوي والكياهكي والشعنيني والصيامي والفريحي. المقدمة دي عبارة عن 8 أرباع. في كل الطقوس أول 6 أرباع بيتقالوا دمج وآخر ربعين باللحن، ما عدا الطقس الكياهكي اللي فيه أول 4 أرباع بيتقالوا دمج وآخر 4 أرباع بيتقالوا بلحن. لحن النهاردة هو مقدمة الزوكسولوجيات باللحن الشعنيني اللي بيتقال في عيدي الصليب وفي عيد أحد الشعنين. أول 6 أرباع بيتقالوا دمج وآخر ربعين بيتقالوا باللحن، ومعنى آخر ربعين هو السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية، السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل، نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. ودلوقتي خلونا نحفظ مع بعض مقدمة الزوكسولوجيات الشعنيني. مقدمة الزوكسولوجيات باللحن الشعنيني الكبير، هقول جزء قولوه وراي. شيريني شيريني، كمان شيريني، كمان مرة على بعض، اسمعوها كده شيريني أوتي بارثي، شيريني أوتي بارثي. كمان إينوس تيو تيو، كمان مرة تيو، كمان تيو أورو إمي أورو، كمان مرة مع الجزء اللي قبلها تي او رو امي تي او رو امي، كمان مرة على بعض الجزء ده شيريني أوتي بارثي إينوس تي أورو إمي،
إيم علي كمان إيم علي إيثني إيثني كمان مرة إيثني نرجع حتة لورا تيورو أمي إينا آلي إيثني على بعض الجزء ده شير اوتي بارس انوس تي اورو امي ان علي كمان إيشي كمان مرة إيشي إرابشو إرابشو كمان إرابشو مع اللي قبلها إي إي شير شو شو أنت شو أنت كمان شو أنت بنجي كمان مرة يبقى مع اللي قبلها إي إي شير شو شو أنت بنج إنوس إنوس يعني بعد ما نزلنا نطلع تاني كمان مرة إي إي شير شو شو أنت بنج إنوس كمان أريك فلان كمان أريك فلان إن إمانو كمان إمانو كمان مرة إمانو أو إيل
الحته اللي قبلها ان اما الرب على بعض كمان مرة سما يا فريد. الربع الثاني زيه بالظبط في اللحن يعني. اسمعوا كده الجزء الاولاني تنتي هو اري بن م اف اي نقول دهيت تنتي تنتي
وسطى وفي قرصتا كمان مرة وفي قرصتا آتي سئ آتي سئ كمان مرة كمان آتي مع اللي قبلها أوتي بروستا آتي كمان مرة أوتي بروستا فاكرين الاثنين اللي زي بعض والتاني اعلى شويه تنهو نقول على بعض الجزء ده تنتي هو كمان قد نارين إن بين تشويس إن بين تشويس كمان إن بين تشويس كمان مع الحتة اللي قبلها قوت نهري ان بي ان شويس كمان مرة قوت نهري ان بي ان شويس إيسوس بي خريستو Iisus pi Christo Come on, Mar. Iisus pi Christo O sentemka O sentemka ane no ane no come on ane no o vina بعد الربع الثاني
تنتهي مع بعض ربع تاني تنتي يلا نقول اللحن بقى على بعض شيرني أوتي بارثي إنوس تي أورو إمي Jesus be Christus.
Tin Parthenos الربع الثاني ممكن يتقال بالطريقة السريعة تنتي هو قريبين مفي أوتي بروس تاتيس إتن هوت نهرين بين تشويس إيسوس بي خريستوس انتفكانين نوفي نان ايفول. العالم القس شمس الرياسة أبو البركات الملقب بابن كبر اللي عاش في القرن الـ14 بيذكر لنا في كتابه مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة إن بعد السلام لك نسألك اللي كان بيسميها مديحة للعذراء من زوكسولوجية السلام لك نطلب إليك كان بيتقال بصلية اليوم وثؤتوكيته وبيقول وإن كانت قد قيلت في صلاة نصف الليل فالأخف أن لا تكرر باكرا وبيقول إن كان في ممارسات لاختصار الجزء ده فبيقول ومن الناس من يعيد اللبش الأخير منها فقط ويختصرون الإبصالية فلا يقولون إلا 8/4 من آخرها وأرباعا يسيرة من نكناي أوبانوتي وبيقول كمان إن بعد كده بيتقري الدفنار وبعده تتقال الذوكسولوجيات ده كان الطقس في القرن الـ14 لكن الطقس اللي بيتصلى في كنايسنا وأديورتنا دلوقتي هو إن بعد السلام لك نسألك بتتقال الذوكسولوجيات على طول وعلشان كده بقى اسمها مقدمة الذوكسولوجيات شكرا لمتابعتكم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء في حلقة جديدة ولحن جديد. If you enjoyed our program today and would like to support this growing service, please include us in your prayers. If you would like to make a donation to keep us on the air, please send us an email to the following address, webmaster@copticheritage.org. God bless you.